السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. صدمة كبيرة وسط أصحاب المحلات التجارية هنا بمشروع أولاد مطاع، عملية هدم كبيرة. زيارة مفاجئة للسيدة القائدة كوثر اللي التحقت بهذا الشارع هذا وعلمات الناس وعطاتهم مهلة أخيرة، ألا وهي هاد الليلة هذه ما تبقى حتى شي حاجة عشوائية هنا في الجنبات. كاين اللي خاسر الملايين على الواجهة ديال المحل ديالو، وهنا كنبغيو نقولوا لا يصح إلا الصحيح. فالأمور اللي كتعلق بالاطراس وكتعلق بالزواق والأمور اللي في الجنبات، فاليوم كنشوفوا عملية هدم كبيرة لمجموعة من المقاهي، لمجموعة من المحلات التجارية. اليوم دخلات التراكس لكن تعطات مهلة لمجموعة من المحلات، واليوم كنشوفوا في هذه الليلة هذه كل شيء خدام كيحيد في البيشان، كيحيد في الواجهات ديال المحلات ديالو. اليوم كنبغيو نقولوا انه المرحلة ديال تحرير الملك العمومي والقضاء على كل ما هو عشوائي، دخلنا في مرحلة ديال التغيير، المرحلة اللي غنقولوا وداعا لجميع الامور العشوائية. نعم للمعقول. اليوم كنشوفوا مجموعة من التغييرات اللي في الاصل في واحد الوقيته الناس ربما كانت عندهم واحد الفكرة ان الامور مازال غتبقى على هذه الحالة هذا، لكن تعليمات من السيد الوالي كنشوفوا تغييرات كبيرة هنا في مدينة تمارة. كتشوفوا محلات ديال الماكلة كل شيء خدام كيحيد الزيادة اللي كاينة خارجة على السواري ديال الدار. مني كنهضروا على السواري ديال الدار فكنهضروا على واحد المترو اللي عندك، فايت المترو عندك عملية الهدم كتسنى. والناس اللي ما حيدوش البيشان ديالهم في هذه الليلة فغدا غادي نشوفوا التراكس كتريب وكتدخل طول وعرض في هذا الشيء. فصراحة كنتأسفوا الله يكون في العوان، كاينين الناس اللي مقادين واحد الواجهات بأثمنة خيالية، كاين اللي مقيوم عليه هذاك الإشهار ديال الواجهة هذا المحل بأثمنة خيالية. فكما كتشوفوا معنا هنايا التراكس حاضرة في هذه اللحظات، هنايا التراكس حاضرة هنايا كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام. فالسيدة القائدة لساعات وساعات وهي كتعلم الناس هنايا، كنشوفوا هنا بيشان اللي هبطوا مباشرة، يعني كاين مجموعة من الأمور اللي غادي تغير في هذا الشارع. ربما البشارة الجميلة اللي كنبغي نأكد عليها، ربما هذا الشارع غتشمل شوية توسعة وغادي تقعد في نيفو واحد ودوك الدروش شي طالع شي هابط ما غاديش يبقاو، غتكون عندنا أمور اللي هي زوينة إن شاء الله في هذا الشارع. وغنشوفوا الوسط ديالو ربما دايز بواحد الصمتة ديال الكازو اللي غتعطي واحد الجمالية لهذا الشارع. فكما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، الله يكون في عوان هاد الناس اللي كيحيدوا البيشان ديالهم. اكيد حنا مع النظام، لا للعشوائيه لا لاستغلال الملك العمومي، لكن نتمنى الخير لهاد الناس هادو، لان صراحه جاهم هادشي بحال الصاعقه كيف ما كنقولوا. الله يدير لي فيها الخير يا ربي. عمليه هدم كبيره متواصله هنايا في مشروع ولاد مطاع في الجنبات ديال ثانوية العربي الدغمي. انا كما كتشوفوا معنا الاخوان مساكن مازال خدامين ساعات متأخرة من الليل، الله يكون معاهم يا ربي، نتمنوا لهم الفرج. انتم كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام العملية متواصلة، عندنا مجموعة من المحلات خارجة بجوج الامتار، ثلاثة اشارات كبيرة. هنا كنشوفوا رجال القوات المساعده بعد ما شفنا رجال الامن الوطني، يعني كنشوفوا السيده القائده واقفه على العمليه كتواكب كل كبيره وصغيره. هو انذار اخير قبل تدخل ديال التراكس، كنشوفوا الاشارات بداو كيتحيدوا هنا من الجنبات. فالله يكون في العوان، ونتمنوا من الله حتى الناس دابا ملي جات هذه المرحله هذه انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله. وهذه رسالة لباقي المحلات وباقي الأماكن بمدينة تمارة، فراه نفس الأمر اللي كنشوفه هنا هو نفسه اللي غيسري على باقي المحلات في جميع الشوارع مدينة تمارة. شوفوا معنا الإخوان الناس مساكن جابوا لامون هنا خدامين كيحيدوا كينصلوا، هذه حقيقة هذا واقع. هنا رجال القوات المساعدة في الجنبات، يعني الإخوان انذار قبل التغيير. هنا غتكون عندنا أشغال كبيرة في هذا الشارع،
يعني جات المرحله ديال التغيير، المرحله ديال التغيير غنشوفوا اشغال مهمه كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام. فالعمليه متواصله والسيده القائده كوثر كتواكب العمليه هنا بمشروع ولاد مطاع.